50 50، هذه القمة المتوازنة، هذه أكثر قمة كبيرة جدا في دور الثمانية للجويت للكبار الثمانية في الأفريكان سوبر ليج. ترجي مازيمبي للمرة 11 في تاريخ الكؤوس الأفريقية، 4 انتصارات ترجي، 3 فوز للغربان و3 تعادل. الانطلاقة بذكريات السيمي فاينل 2019، 1-0 الترجي بليلي، 0-0 في استاد لوبامباتشي على الحدود الكونغولية موجودة تنزانيا، ولذلك اختار مسايد الكابتن اليوم بن حميدة. بن حميدة اضرب يا بوغرة، بوغرة ما مشتش معاه بطريقة استيكيبا، حط الكورة عرضية ترجية، اضرب يا كيبا، يمشي بالكورة ترجي، مش ممكن انت تشي. الترجي حضر افريقيا في قادم الاعوام، اضرب الكورة بوغرة، مش ممكن على اسامة بوغرة، بوغرة يدخل بالكورة منطقة الجزاء، هربت الكورة لصدام. ليكونزا، ليكونزا حذاري وينك، تمشي كرة خطيرة العرضية، كرة إلى ركنية أولى للبوتولان، يمشي سهلة، حط الكرة، أضرب الكرة، أضرب أضرب يا بوغرة. أسامة والدفاع، كرة بالانطلاق، الاختراق، العرضية، الدفاع يعاني، مازيمبي يشد الكرة، ماشي ترجع كرة بوغرة، بوغرة حتى واحدة اثنين، شيبا كيبا تصرف بعيد عليه، صعيب عليه، وفترات من هذه الأفضلية أيضا الكونغوليين، خطيرة بالرأس، خطيرة والهدف الأول. في وقت الكلام عن خطورة الكونغولي، وفي وقت الكلام عن استغلال الضغط والأفضلية، فوفانا يفتح بوابة التسجيل، 1-0 مازيمبي عن طريق فوفانا. هذا أول هدف يسجله مازيمبي في الترجي بعد 4 كلين شيت بين الـ 12 والـ 19. أول كرة في إفريقيا تأتي على مميش، كانت صعيبة برشا، فوفانا كان مصيب وحده، ما غير رقابة، وينو لاكس، وينو المحور، خطأ قاتل في الدفاع، وفوفانا يوجه الكرة الأولى في مرمى أمان الله مميش، رغم المحاولة الحارس. 1-0 مازيمبي. انطلاقة ممتازة من الناحية الفنية إلى نتيجة عكسية من ناحية الأرقام، واردة جدا، عرضية وتسديدة وكورة وفي عقلية، ترجع للترجي الرياضي، ضغط من الترجي يمشي تقاه الأولى. هذه الأجواء وجماهير لوبامباتشي، الترجي بن علي، بن علي وحدة عرضية يمشي، ما تستناهاش يا كيبا. الكرة تمشي للترجي عن طريق الصدام، ترجع الكرة من الدفاع لحد كيفين مونديكو، خطيرة منطقة الجزاء، يحط بدنه مريح ويربح سيمتر. جاهزية وجاهزية اللاعب، يرجع بالكرة بن حميدة، سايبها، يمشي بالكرة بوغرة، كان تعديه، كان عديه، يحاول يجاري هذه الأسبقية الآن بهدف فوفانا، عرضية أخرى خطيرة، والدفاع، والكرة، يرجع الكرة من بن حميدة، راه، راه صدام، ترجع الكرة لمازيمبي، كبيرة وقوة كونغولية من الأجناب، خطيرة جدا يا أوروبي، يحط بدو بن علي وخطأ للدرجة الرياضية. سوي حارت جيب ركنية، حارت عمل توزيعة، وينو على القائم الثاني ما فما ولا ترجي. في الهجوم والدفاع يتصدى والتسديد والحارس. من الربع اثنين نصف واثنين فاينل 25 نوفمبر برشا. وذهاب واياب المربع الذهبي لحد الجاي عن طريق اللاعب نتامبوي، كره طويله في دار الدفاع، يخرج امان الله مميش، اسامه بوغرة حاط الكوره، حاط الكوره وعاود شات، والدفاع موجود، تمشي كوره للترجي للتوسي بالراس، حطها والركنيه، خاسر في دار السلام بهدف، كره ملعوبه طويله، دارجة من امامه، حط الكرة للتريكان سوبر ليج، النتيجة 1-0 لمازيمبي عن طريق فوفانا، سايبها، سايبها بن حميدة، يا بن حميدة، سايب كرة، حط كرة كيبا، أوه على كيبا وفرصة برشا، امشي يا زاك، يمشي زكريا، عاودالو، هذه باس، وهذه شوطة، هذه 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 هذا هذا الشوط الثاني، كرة سريعة من غشة، يمشي غشة ممتازة، حسام الدين غشة، العرضية والركنية، الترجي الرياضي التونسي في هذه البطولة في المقابل خطيرة، شنو هذا؟ هذا صاروخ،
صاروخ وسام ابو جره، وسام ابو جره يعاود يدخل يحط الكره والتوزيعه والدفاع والدوزيام بال ياخذ من لاعب رقم 15 بوبكر. شوف ملا كره من بوبكر، باب 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 با. ركنيه الصدام يمشي معتز الصدام، كره من معتز وين ضربه الراس يخرج الحارس كالعاده. ترجع الكره للفريق التونسي التراجي، سال الحارس وصلت الحارس. 56 مليون دولار تكلف الملعب هذا، الملعب اللي في 26 اكتوبر 2008 وما ترضيناش. خطيره وحذاري وهربه ودخله وتمهيد وتحذير وبين عليه برافو. التسجيل يمشي مرياح يلعب كره طويله مرياح، خد الكره كره الثانيه ياخذوا فيها تيبي مازن بالاطراف، كره في الكولوار والدفاع باهي من مرياح ما يشوتش، كره ملعوبه الصنفوت يرجع يشوت الكره برا. يمشي بالكره التراجي، كره عن طريق غشه تمشي كره للترجي التسديده وكره بعيده، كره بعيده من يمشي بالكره تقى تقى وكره للصدام صدام صدام. كما قلت السيدي محاولة كانت من معتز الصدام. هذا الشوط الثاني انه عكس الشوط الاول قاعد ياخذ في الديوال كل الثنائيات لمازن بي في هذا الشوط. في وسط الميدان الضغط كونغولي من الجناح الهربة بسهولة العرضية أصعب والكرة خطيرة ومغال كرة ممتازة رودريغيز 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 يخرج كرة وهدف التعادل. إيليي الترجي الرياضي التونسي ينساس، الترجي الرياضي التونسي بذكريات زمان بأهداف زمان بروح زمان بألوان فلاش باك أيام زمان أضرب ينساس 1-1 للدولة الترجية عن طريق القدم البرازيلية. ملا رودريغيز ملا رودريغاو ملا سلعصاو غش رودريغو رودريغو أسيس يا جولاثو 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 للترجي 1-1 للترجي التونسي. الله على أصفر يصبغ، الله على أحمر يطبع، الله على لونك يا الترجي واسمك لما يكتب. 1 الترجي 1 le tout puissant Mazembe à la Seleção Yansas que golazo. نعم رودريغيز في التسلل موجود وقرار صحيح، رودريغيز كسر مباراه الربع. يمشي كره طويله دفاع الكره الثابته وكره الركنيه تتحرك خطيره على الترجي التونسي، خطيرة الكرة سهولة الاختراق والمراوغة تسديدة وي يا 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 شعمان حط الكرة وسام أبو جرة وسام أبو جرة كرة طويلة ترجع من الدفاع والكرة الثانية أخذها المازنبي بسهولة بالكورس. شوف عمام وسلم أصلا وقف يضرب كرة لي مازنبي يحاول يجعل المباراة بدنية في الشوط الثاني. كرة ممتازة خدمة مليح تعب أبو جرة تعب أبو جرة واضح شوف في آخر الأوقات كرة لفريق مازنبي خطيرة ويخرج من ميش. قدم الأسطورة الإنجليزية ويروني تضحية من أجل عمل المدير الفني لبينغهام السيتي في الموسم الحالي. وكان بينغهام أعلن الأربعاء الماضي تعاقده الرسمي مع روني بعد أن رحل عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي. وفقا لصحيفة الكيب الفرنسية رفض روني عدة عروض تدريب في السعودية من أجل عودة العمل في إنجلترا مع بيرمنغهام سيتي، ويحل روني محل جون كوستس وسينضم إليه أشلي كول وجوني أشلي في تدريب بينغهام. وستكون المباراة الأولى للاعب منتخب إنجلترا السابق مع فريقه الجديد ضد ميدي سيبيريه في 21 أكتوبر الجاري. وسبق لروني أن تولى تدريب ديربي كاونتي في إنجلترا ويحل بينغهام المركز السادس في الدوري الثاني في إنجلترا في الوقت الحالي.